السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. قبل ما نبدي هذا الفيديو هذا بغيت نرحب بكم مشتركين قدام ومشتركين جداد، نتمنى انكم تستفدوا من القناة وتكون واحد القناة هادفة ان شاء الله. اما بالنسبة لليوم الفيديو ديالنا غادي يكون عبارة عن تقضية ديال الشهر او المصروف الشهري. هذا المصروف هذا اللي قمت به من كارفور درايف او غران فري. اما بالنسبة لكارفور درايف كان سبق لي وشاركت معكم في الفيديو السابق طريقة كيفاش كدوزو لكوموند ديالكم ومنين يقدر انكم تجبدو ليكود برومو من الانترنت، يعني طريقة جد سهلة. اما بالنسبة لغران فري يعني كما هو معروف وكتلاحظوا معايا هنايا في الصور، يعني فيه جميع انواع الخضر والفواكه، وفيه يعني كنلقاو يعني حتى القطنيات والسميد الطعام، يعني كل شيء الحوايج ديالنا يمكن نقدروهم تم نلقاوهم تما. والان نتمنى لكم مشاهده ممتعه. هذا هو المصروف اللي كنت خديت من كارفور. هذا المصروف هذا هو اللي كنت شاركت معكم الطريقه ديالو في الكارفور درايف، يعني كيفاش حتى تستعملوا هذوك لي كود برومو. وهنايا كما كنت قلت لكم خديت هاد لي دو باك ديال الحليب اللي كل واحد فيه 10 لترو، هذا تشري واحد والثاني فيه 50%، غادي يولي الثمن ديالو 61 سنتيم للليترو، يعني كيبقى رخيص مقارنة مع لي ماغازان. حتى في الدي وليدن يعني الثمن ديال الحليب ولا شوية غالي. وهنايا الحوايج اللي فيهم ثلاثة، يعني تشري زوج والثالث يعطوه غراتوي. خديت هاد لامونسو شوكولا لابون مامي اللي ما فيهاش جيلاتين، خديت ثلاثة. خديت كذلك هاد لي كومبوت، خديت بوم بوار، خديت بوم بانان، خديت كذلك فرماج دو شيفر، خديت اكتيفيا هذا اللي فيه الفواكه الجافه والقمح، خديت هذا العصير انوسون جو دورانج 100% طبيعي، خديت هذا الفرماج هذا كابريس دي ديو 3، خديت الزبده بريزيدون كتشري يعني الاولى والثانيه فيها ناقص 60%، والثمن يعني كيبقى مناسب من كنشوفها هكا بروموسيون. هنايا شريت هاد يوب، شريت شوكولا وشريت فريز، خديت كذلك لا كريم ليكيد اليفير كتشري زوج ويعطيوك لا ثوازيام غراتويت، خديت هنا الكليمونتين مي لوريجين ديالو لاسبان، دوماج ماشي لوريجين ديال بركان. هنايا خديت لو بان دومي اللي كان سبق لي شاركت معكم، هاد لو بان دومي بيو اللي ما فيهش الكحول. خديت كذلك هاد كابوتشينو، هنايا خديت كيلو ديال القرعه الخضراء، هنا خديت لو سيترون، هنا بدلو لي انا كنت خديت غير بروكولي كيرجلي هما اللي ما لقاوش، داروا لي في بلاصتو هاد البروكولي 3 سور ديال الشو. هنا عيش غناخدو، خديت هنايا في هاد البوم دو تير هادي بطاطا ديال 2.5 كيلو، خديت كذلك البنان، خديت هنايا الملحة، وهنايا خديت هاد لو بواسون باني، بواسون باني خديت 3. ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشارك معكم الحوايج اللي شريت من غران فري. وهنايا هادو هما المسائل اللي خديت من غران فري. هنا غران فري هادشي اللي خلصت هنايا مع جوج ديال السكان ديال البطاطا اللي ما طلعتهمش ديال 10 كيلو، خلصت 87 اورو. هنايا خديت العنب، هنايا عندنا السكوم،
وكذلك لقيت في غران فري سيرو ديال الرمان، اول مره كنلقاه تما، يعني شحال هادي وانا كنقلب عليه، ولكن اول مره كنلقاه هنا في المدينه فين ساكنه، ولقيتو في غران فري. هنا خديت لافوكا، لافوكا كانت رخيصه، كدير هاد الفيلي كامل كيدير 1.50 €. لافوكا كما نعرفوا يعني نستعملوها سلطه او نستعملوها كذلك حلوه في العصير. خديت لي بلونط اروماتيك، خديت هنايا كذلك الذرة، كاين الرمان، هنا كاين الكاكي، حتى الكاكي كان رخيص. بالنسبة للرمان الكيلو كيدير 2 أورو الكيلو، الكاكي تايدير 2 أورو الكيلو حتى هو، لو سيترون كيدير 2.50 €. هنا خديت كيلو، يعني الكيلو كيدير 2.50 €، يعني الثمن رخيص، وكان بعدا خاصني باش ندير به الحامض مسير. هنا خديت السميدة الرقيقة أو الفينو، أنا هذه هي السميدة اللي كنستعمل للمسمن، هاد لامارك هادي اكسترا فين. هنايا خديت كذلك هاد لي كوب ديال الزنجبيل، نوا د لينوا او الكركاع، خديت هاد لي ماكارون تاع نوا د كوكو، خديت كذلك زبيب، خديت القوقاو لي يعني مقشر هكا. هنايا خديت هاد الجرجير او الروكيت كيجي زوين حتى هو في السلطه. هنا خديت زوج ديال، هنا خديت زوج ديال العدس، انا العدس كناخذ هاد الخضر هذا لانه كيكون غني بالحديد حسن من الاخر اللي كيكون اللون ديالو فاتح. خديت هاد العدس هاد كان اللي كيكون لونتي كوغاي، هذا كيجي زوين يعني سوا نديروه بحال البصاره او يمكن لكم كذلك انكم ديروا به يعني شوربه ديال العدس بوحدها، ولا ديروه كذلك في لي سوب، في بلاصه ما ديروا البطاطا في لا سوب تعوضوه بهذه، يعني كيكون صحي اكثر. وانايا خديت جلبانه، الجلبانه كتعجبني كنديرها بصاره. وهنايا خديت هاد الزيتون، هذا خديت حار ديال لا تونيزيان، وخديت كذلك واحد اخر على طريقه لا مكسيكان. هنايا خديت القرعه الحمراء، خديت واحد الطريف صغير، وهنايا خديت لي زيبينار. لي زيبينار يمكن لكم ديرهم بحال البقوله، يمكن لكم كذلك ديروهم بلا كريم، او ديروا بهم حتى هكا يعني مملحات بحال البريوات معمرين او كذلك لي غراتان، كيعني هي صحيه فاش ما درناها مزيان. وهنايا خديت زوج ديال الحوت دوغاد، وكذلك خديت هنايا شوفلور، واخيرا هنا خديت البطاطا والقصبيه. هادو هما المشتريات اللي خديت من غران فري، بغيت نشارك معكم يعني هكا في البداية ديال كل شهر كنشارك معكم المشتريات، يعني هادشي اللي كناخد يعني الاساسيات ديال الشهر، ومن بعد يعني خاصتني هكا ياغورت او خاصني الفواكه يعني كنجيبهم في الوسط ديال الشهر، ولكن الاساسيات دائما كيكونوا عندي في الدار. اما بالنسبه للطحين وهداك الشيء يعني هداك كنشريه مع الماء، ملي كنشري الماء كنشريهم بوحدهم. وكذلك المعلبات، معلبات كما شفتوا معايا في الشهر الفايت يعني درت بهم ستوك، ما غاديش نستعملهم كاملين يعني في خلال الشهر، يعني غادي ياخذوا لي واحد المده اللي هي جد طويله، وهكا يعني ملي كنشوف كاينين دي برومو كندير ستوك ديالي. هذوك المعلبات يعني كما هو معروف كياخذوا واحد الوقت، يعني ما كيخسروش، ما غاديش نقولوا غادي بيريمي ولا شي حاجه، يعني كيبقاو لنا مده طويله، يمكن يعني نخزنوهم من يكون فيهم البرومو ونحتفظوا بهم. صافي هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم،
ونضرب لكم موعد في وصفات وأفكار وحدين أخرين إن شاء الله. إلى اللقاء.